هو الاسبوع قبل العيد يوم الجمعه والنهارده الاقبال شبه مرتفع شويه في اقبال السيارات. طب وفي تقدير حضرتك ده ليه؟ هو التاجر او اللي عنده عربيه عايز يبيعها قبل العيد واللي عايز يشتري قبل العيد، الاثنين بيقابلوا بعض قبل العيد باسبوع. اللي هو عايز يعيد معاه عربيه واللي ممكن مزنوق وعايز يبيع عربيه برضك قبل العيد عشان تفك زنقته او يستغل فلوس العربيه. تمام. فقبل العيد باسبوع بتلاقي فيه رواج طبيعي كل سنه. اللي عايز يبيع يبقى مزنوق في ماده، اللي عايز يشتري عايز محتاج العربيه عشان يتفسح الاولاد عشان يعيد بيها، فهي تلاقي هنا في تقابل ما بين البائع والمشتري قبل العيد باسبوع. تمام.